بحضور الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك وعدد من المسؤولين، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مشروعي تطوير منطقة الإجراءات وصالة المسافرين الجديدة بجسر الملك فهد. لمواصلة مد جسور التواصل وتعميقها، شهد جسر الملك فهد نقلات نوعية وتطورات ملحوظة تراها على أرض الواقع من خلال أعمال توسعية لمنطقة الإجراءات وصالة المسافرين الجديدة، وذلك لتحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية. مشروع استراتيجي دشن بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين البحريني والسعودي، ويعد أحد ثمرات تكاتف جميع الجهات المعنية في جسر الملك فهد من خلال التحول الرقمي والريادة في التنقل المستدام في جميع الأوقات وتحقيق التميز. شرفنا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لجسر الملك فهد لتدشين صالة المسافرين في الجانب السعودي والتدشين الرسمي لكباين المسافرين في الجانبين، اللي رايحة ترفع الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين بنسبة 50%، وهذه الحركة راح ترفع عدد السيارات اللي تنتقل من جانب إلى آخر من 1800 مركبة في الساعة إلى 2500 مركبة. ولله الحمد في الفترة التجريبية اللي أطلقنا فيها ودشنا فيها هذه الكباين، شاهد الكل التطور في انسيابية الحركة وسرعة العبور بين جانب إلى الجانب الآخر، اللي حقق أزمنة قياسية رغم ارتفاع الأرقام. ولله الحمد هذا كله يأتي بفضل دعم قيادة البلدين لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي اللي له أبعاد اجتماعية وروابط تاريخية عديدة. فهذه الحزمة الأولى من مشاريع مؤسسة الجسر، راح تتبعها أيضا حزم أخرى، ونتطلع في قادم الأيام لمزيد من التطور في جسر الملك فهد. تطوير منطقة الإجراءات لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% للوصول إلى 2500 مركبة في الساعة من البحرين إلى السعودية أو من السعودية للبحرين، من 1800 مركبة في الساعة إلى 2500 مركبة في الساعة. المشروع الآخر هو صالة المسافرين. في السابق كانوا المسافرين في الحافلات ينزلون للجوازات ومن ثم يصعدون الحافلة مرة أخرى ومن ثم ينتقلون إلى الجمارك. الآن لا، اختصرنا الإجراء في صالة واحدة للحافلات، المسافر ينهي الجوازات والجمارك في صالة سفر وفي نقطة توقف واحدة. ولولا الله ثم تكامل جميع الجهات العاملة في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين لما استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز. ويعتبر الإقبال المتزايد على جسر الملك فهد ما هو إلا دليل على أهميته كمنفذ حيوي ونجاحه في تطوير العلاقات والتواصل بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على التجربة المميزة والسلسة. مسيرة حافلة من التطورات والنقلات النوعية لتواكب المتطلبات الحالية، فاليوم نشهد تدشين منطقة الإجراءات وصالة المسافرين الجديدة في جسر الملك فهد كمشروع رائد، وذلك لتحسين تجربة المسافرين وخلق تجربة مميزة وسهلة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.